بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد، معكم أخوكم الصياد الحداد حميد دشتي وإسماعيل. اليوم التاريخ 20/9/2023، اليوم يوم الأربعاء. موضوعنا اليوم راح يكون بحري. اليوم راح نتكلم عن الحراشف أو الفلس أو القشور الموجودة في الأسماك، اللي هو سكيلز بالإنجليزي. سؤال أول، تعريف الحراشف أو القشور أو الفلس. سؤال الثاني، ماذا يصنع من جلد الأسماك؟ السؤال الثالث، ما هي وظيفة أو فوائد القشور أو الفلس أو الحراشف في الأسماك؟ السؤال الرابع، أنواع القشور أو الفلس أو الحراشف في الأسماك. السؤال الخامس، هل يمكن تناول جلد الأسماك؟ الجواب على السؤال الأول، الحراشف أو الفلس أو القشور في الأسماك هي طبقة صلبة صغيرة تنمو من جلد السمكة، ومعظم جلد الأسماك مغطى بهذه الحراشف الواقية، ويغطى فوق الحراشف أو الفلس أو القشور طبقة مخاطية أو هلامية لزجة يسمى الصنق. السؤال الثاني، ماذا يصنع من جلد الأسماك؟ تستخدم جلود الأسماك في صنع الموضة والأزياء والسترات والأحذية كرم السامع والحقائب والمحافظ والأحزمة، حتى أن بعض المصممين يشيرون إلى إقبال قطاع أو شركات السيارات على جلود الأسماك لتصنيع كل ما يتعلق بداخل السيارة مثل المقاعد والسجاد. السؤال الثالث، ما هي وظيفة أو فوائد القشور أو الفلس أو الحراشف في الأسماك؟ أولاً، توفر لها تمويهاً فعالاً من خلال استخدام الانعكاس أو التلوين، اللمعة، هذه اللمعة. ثانياً، الفلس أو القشور أو الحراشف تساعدها على ميزة الهيدرو ديناميكية، يعني السباحة السريعة في البحر. ثالثاً، مفيدة للدفاع عن النفس والصيد. رابعاً، تحميها من الطفيليات والأمراض. خامساً، طبقة واقية للسمك بمثابة درع لها. سادساً، تحميها من درجة الحرارة والضغط، يعني تغيرات الطقس. سابعاً، وهذا مهم، نعرف عمر السمكة عن طريق هذا الفلس. الفلس الدوائر اللي فيها نعرف عمر السمكة. ثامناً، نقدر نميز إذا السمكة أو السمكة فريش أو طازجة عن طريق ضغط هذه القشور أو الفلس. رابعاً، أنواع القشور أو الفلس أو الحراشف في الأسماك. أولاً، قشور صفائحية. ثانياً، قشور قرصية. ثالثاً، قشور المعينية كما في السردين، سمكة السردين. رابعاً، قشور مشطية كما في سمك القرش أو اليريور. خامساً، هل يمكن تناول جلد الأسماك؟ الجواب طبعاً نعم، يمكن تناول جلد الأسماك، حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة جدا، ولكن ينصح بتناول الجلد المحمر أو المشوي أو المقلي بدلا من تناول الجلد الني، بحيث يحتوي على فيتامين دال وأيضا أوميغا 3. أخيرا نقول تحياتنا وأهل البحر يعيشون. مع السلامة.